قام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يرافقه نظيره السوداني نصر الدين مفرح بافتتاح مسجد أولاد دغيم في قرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العالمين بمحافظة مطروح، وذلك بتكلفة وصلت إلى 3 ملايين جنيه بحضور المحافظ خالد شعيب. وأدى وزير الأوقاف صلاة الجمعة في مسجد أولاد دغيم مقدما التهنئة إلى أهالي القرية بمناسبة احتفالات مطروح بالعيد القومي، كما تبادل محافظ مطروح ووزير الأوقاف الهدايا التذكارية بمناسبة الافتتاح. نحن هنا اليوم بمناسبة العيد القومي لمطروح في صحبة وفد من دولة السودان الشقيقة على رأسه معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف في دولة السودان. عمدنا بعد صلاة الجمعة أن نأخذ جولة في مدينة العالمين الجديدة التي تقف شاهدا عظيما على ما تشهده الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنمية في جميع المجالات، سواء في مجال العمران، سواء في مجال المدن الحديثة والعصرية والذكية، سواء في مجال الجامعات الحديثة والعصرية والذكية وعلى رأسها وفي مقدمتها جامعة العالمين. النهارده افتتحنا احد مساجد في قرية سيدي عبد الرحمن بالعالمين الجديدة، وشرفنا في هذا الافتتاح معالي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ومعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح. النهارده سعداء بوجودهم معانا في هذا الاحتفال بالافتتاح لبيت من بيوت الله، وبقول لأهل مطروح كل سنة طيبين بنزل العيد القومي، وإن شاء الله دايما افتتاحات وإنشاءات وإن شاء الله يعني من سنة لسنة نكون عندنا افتتاحات أكثر وأكبر بما يساهم في عدد التنمية والتنمية المستدامة وبما يخلق فرص عمل أبنائنا وأهل مطروح جميعا. بقول لكم كل سنة طيبين.